طاب صباحكم بكل خير مشاهدينا، نعود لكم وعلى الهواء مباشرة لنفتح ملفا جديدا من التحديات. هذه المرة سنحلق خارج أرض الوطن وأفهم ما ينتظرنا، وتحدي لنا جميعا. مرحبا. بفضل ثقتها في قدرة النساء أيضا على النجاح في أي زمان ومكان، واقتناعها بأن الهجرة ليست دائما هروبا من واقع غير مرض، بل نقطة انطلاق لتحقيق ما تعذر بلوغه في الوطن الأم، فاستطاعت المرأة المغربية في بلدان المهجر أن تشق طريقها بنجاح في عالم الأعمال والاستثمار. تحدي اليوم سنميط فيه اللثام عن الوجه المشرق للهجرة المغربية في صيغة المؤنث وقدرتها على فرض ذاتها في بلد الإقامة. فلنرحب مع الشكر الجزيل بالسيدة حنان الغزواني، مقاولة بالديار الهولندية، ولحبها الشديد للتراث المغربي أدخلت طبعة الفسيفساء في طبعة الحقائب التي تصممها. مرحبا سيدتي. مرحبا بكم وصباح الخير، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. مرحبا، نورتيني. مرحبا لك. كما يسعدني أن نرحب معنا بالخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ محمد جادري. صباح الخير أستاذ. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا، شكرا على تلبية الدعوة. مرحبا سيدة حنان، بداية ما هي الخطوة الحاسمة التي اتخذتيها في مسارك المهني عندما قررت الهجرة من أرض الوطن، وبالتالي طلعت على الإمكانيات الكثيرة والهامة التي يتيحها هذا المجال، مجال المال والأعمال والاستثمار، يعني بالخصوص وأنك اخترتي مجال لربما نادرا ما كنشوفه يعني النساء يدخلوا له، فيه نوع من المغامرة، تصميم الحقائب. كيف جاءت الفكرة؟ أولا كيف جاءت الفكرة؟ هي الفكرة كانت عندي من الصغر باش ندرس التصميم، لكن للأسف أنا ذاك هذاك كانت وقت أخرى، ما كانت ظروف أخرى، ما استطعتش، لكن كملت الدراسة ديالي في المغرب، حصلت على الإجازة وجاءت الصدف وهاجرت أولا إلى إسبانيا، وهولندا كانت واحد المحطة، زرت أحد الصديقات وكتاب مكتوب، تزوجت هناك واستقريت، وبقى ذاك يعني ذاك الهم ديال خصني نشتغل على يعني تجارة، ولكن تكون بالمغربية ديالنا، وخاصة واحد المجال اللي كان واحد الموروث الثقافي اللي كان عشقه منذ الطفولة هو فن الفسيفساء، وأنا بدوري امرأة أحب الحقائب، ويعني وليس كان ليه هو ليس بالسهل، ولكن ما كانش مغامرة، يعني هي مغامرة، حسيتي أنها مغامرة، هي مغامرة مغامرة، ومازال كنعيشها مازال كنعيشها، ولكن هو تحدي لأن واثقة وكنفتخر بالتراث ديالنا، التراث المغربي التمغربي ديالنا اللي عنده واحد الخصوصية معينة تميزها عن باقي البلدان العربية. فأنا كنشتغل ضد التيار، ولكن ثقتي في موروثنا هو اللي غيخليني نزيد القدام إن شاء الله، وبفضل دعمكم وهذه الاستضافة هي حتى هو راه دعم. هذا واجب سيدة حنان. إذا سمحتي غادي ننتقل عند أستاذ جدري. سأتساءل معك أستاذ جدري، لتحقيق هذه الغاية وهي فرض الذات الاقتصادية بموروثنا الثقافي، ما الأهمية القصوى التي يكتسيها التكوين في مجال المال والأعمال لضمان نجاح أي مبادرة أو مشروع في بلدان المهجر؟ لا، بطبيعة الحال عندما نتكلم عن يعني السر ديال النجاح المقاولين في بلاد المهجر، هما يختلفون اختلافا كبيرا عن كل ما يعني اللي كيكون هنا في الـ في الـ في المغرب. لماذا؟ لان كاين واحد مجموعه من الاعتبارات اللي هي مختلفه تماما. مثلا ملي كندويو على ان في المغرب هنايا عندنا امور مثلا متعلقه بمناخ الاعمال، متعلقه بالولوج الى التمويلات البنكيه، متعلقه بالبيروقراطيه، وكذلك مجموعه من الامور المتعلقه بالفساد. هذه الامور هذه ما كايناش في بلاد المهجر، بحيث ان بلاد المهجر ممكن توصل يعني الولوج الى التمويلات البنكيه بطريقه سهله. كاين كذلك مناخ الاعمال اللي هو يعني اكثر يعني جوده
عمده من مناخ اعمال في في في, في المغرب، ولكن كذلك اشكالات اخرى، بحيث ان مثلا في بلاد المجر تكلفه الانتاج هي مرتفعه، بحيث ان مثلا ملي كندوي مثلا على العمال ومثلا على اللي تخدم معاك التكلفه ديالهم هي مرتفعه كبيرا مقارنه مع تكلفه ديال المغرب. ولكن اللي هو اساسي هو ان التنافسيه هي على اشدها في بلاد المجر، وبالتالي يعني خاص ضروري ان المقاول المغربي او المقاوله المغربيه تكون عنده واحد القيمه مضافه. هذه القيمه المضافه يمكن لها تاتى الا عن طريق الابتكار وعن طريق الخلق وعن طريق الابداع. ملي كتشوف مثلا الاستاذه المقاوله اللي معنا اللي هي يعني جابت يعني الموضوع ديال الفسيفساء، هذا هو اللي خلى انه ممكن تنجح مثلا في هولندا. لماذا؟ لان هذاك الطابع القيمه المضافه ديال الفسيفساء، القيمه اللي فيها شويه الابتكار وفيها شويه ديال الابداع وفيها الخلق، هي اللي كتخليها متميزه على الحقائب اللي موجوده مثلا في هولندا او في الرباطات الاساسيه. وبالتالي المستهلك الاوروبي بطبيعته يبحثوا عن الجديد، يبحثوا عن منتوج اللي ما فيش اللي هو غير عادي. وبالتالي يعني الا بغى شي واحد ينجح خاص تكون عنده واحد مجموعه من الامور، من بينها كل ما يتعلق بالخلق والابداع والابتكار. جيد. سيدة حنان، يعني المراه المغربيه المقاوله ما بين مكتسبات وتحديات الراهنه، خصوصا ما بعد يعني ازمه كورونا، اكيد المراه المقاوله المغربيه في المهجر يجب عليها او يستدعي الامر منها ان تحافظ على المكتسبات. انت يعني في مجالك شنو هي المكتسبات اللي كانت عندك وحافظتي عليها ما بعد ازمه كورونا؟ اولا كما تفضل الاستاذ، خليني نقول لك واحد المكتسبات بالنسبه للمراه المقاوله المغربيه في هولندا. كتمتع بنفس الحقوق المواطنه الهولنديه الاصل، كمقاوله من الناحيه الاداريه فهو سهل. يعني كتقدي تكوني المقاوله ديالك في ظرف يوم او يومين، بواحد القيمه ديال تكون 5000 درهم حتى المليار، ممكن تشتغلي من البيت ديالك. فهذا مكتسب جميل بالنسبه في المجتمع الهولندي. وكاينين واحد المؤسسات والانديه على صعيد المدينه او على صعيد المنطقه اللي كيمكن لك تنخرطي فيهم باش كتلاقي مع نساء مقاولات اخرى اللي كتستافدي من التجربه ديالهم، وكتقلبي على يعني النساء اللي تشتغلي معاهم في الميدان ديالك. بطبيعه الحال كورونا ضرت الجميع، ضرت العالم كامل، ولكن كانت حتى هي وقفه باش تعاودي ضبط الاوراق ديالك. فيعني بالعكس يعني تمعنا في كيفاش نسوقوا المنتوج بطريقه كانت وقفة مع الذات، مراجعه الذات واعاده ترتيب البيت من جديد. من جديد صحيح. بالنسبه للتحديات اللي كنلقاوها خاصه النساء المهاجرات مثلي اللي مشاو هاجروا، ماشي بحال المغربيات المولودات في البلد، بان دائما واحد هو ذاك الاطار ديال الاعلام، الصوره النمطيه اللي عطاها الاعلام للمراه المغربيه، بان ديك المراه اللي ما كملتش قرايتها، ديك المراه اللي باها ما زوجها بكري. فدائما كتلقاي بان نفسك كتدافعي بعدا على بلادك، عاد يعني كتدافعي على بان على ذاتك، على تحقيق ذاتك. فهو يعني بعض المرات كيكون حتى هو استفزاز، ولكن احنا تبارك الله استفزاز وجميل. وجميل هو باب التحدي، ودخلت باب التحدي ولكن تبارك الله علينا احنا المراه المغربيه دائما كنجاوبوهم. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. استاذ جدري، ما هي الاستراتيجيات المتبعه بالمغرب للارتقاء بانشطه النساء المقاولات بالبلد داخل النسيج الاقتصادي خارج أرض الوطن؟ شنو هي الاستراتيجية المتبعة؟ لا أعتقد بأن في هذا الاتجاه هذا يعني كان واحد النقص كبير في مواكبة المقاولات يعني المغربيات في أرض المهجر. لماذا؟ لأن ما كنتوفروش على الإمكانيات البشرية المهمة، لأن مثلا ملي كندوي على ماروك بي ام او، ولا مثلا مراكش الجهوية للاستثمار، ولا مثلا الوكالة الوطنية للتشغيل والإنعاش كفاءات، لا تتوفر على مقرات في واحد مجموعة من العواصم الأوروبية. نعم. ولكن هذا لا يمنع بأن القنصليات المملكة المغربية بالخارج كتقوم بواحد الدور وخا أنه نسبي، ولكن على الأقل مثلا في تسهيل مثلا الولوج الى واحد مجموعه من الاسواق، كذلك مجموعه من الامور في الاتجاه هذا. ولكن اللي خاصنا نمشيو فيه اليوم هو اننا خاصنا يعني ندعموا هذا
يعني الشباب ديالنا والشابات ديالنا اللي كاينين في ارض المهجر باش انهم ينخرطوا يعني في بلاد ديال الاستقرار ديالهم، لانهم في اخر المطاف هاد الاستثمارات ديالهم ممكن تعود بالنفع على المملكه المغربيه، لانهم كيقوموا بواحد مجموعه من التحويلات. وشفنا بان خلال سنه 2020 2021 2022 تحويلات المغاربه المقيمين بخارج وصلت لمستويات قياسيه تجاوزت 100 مليار ديال الدرهم يعني في كل سنه. هذا امر مهم جدا، وبالتالي يعني خاص هاد المقاولات والمقاولين المغاربه يعني بارض المهجر يجب يعني التكوين ديالهم. كاين واحد النقطه ايجابيه هو ان كنشوفوا ان عندنا واحد مجموعه من الابناك المغربيه هي متواجده في مجموعه من العواصم الاوروبيه. اعتقد بان هاد الابناك هذه خاصه تلعب الدور ديالها يعني في 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 بلدان المهجر على الاقل باش انها تفتح واحد مجموعه من الاسواق لهاد المقاولات والمقاولين، وكذلك انها تساعدهم انهم على الاقل في السنوات الاولى، لان اللي صعيب شنو هو هو هذيك 24 شهر او 6 شهر الاولى بما يوقف المقاول على رجليه، ومن بعد راه هو كيشق الطاق ديالو بنفسه. نعم فعلا، لان الخطوه الاولى هي الانطلاقه. سيده حنان الغزواني، ما هي خصوصيات المجتمع الهولندي، وبالتالي هل استطعتي الاندماج في هذا المجتمع بخلفيتك بحمولتك الثقافيه؟ يعني انت مغربيه، لديك واحد الثقافه يعني لها وقع مغربي، كيفاش اندمجتي؟ هو في الاول كتكون واحد الصدمه، بعدا اولا مع الطقس من بلد مشمس الى بلد بارد وشويه الكابه، كتلعب على الجانب النفسي، اكيد. وحتى واحد الصدام مع الثقافه الهولنديه، خصك تتعرف على المجتمع الهولندي، مجتمع يعني كيعيش فيه اكثر من 200 جنسيه في امن وسلام. خصك تعرف اذا كان عندك مشكل ديال هما ناس حريصين على المواعيد، فانت بونكتيال الى كان عندك هذا المشكل فما يمكنلكش تندمج، لان 8 هي 8 ماشي 8 مقسمين ولا 8 وربع، ماشي 8 ديال غدا. فهذا اذا كان عندك مشكل فغادي وجانب ديال اللغه في الاول كاين واحد يعني اللغه إكراه وحاجز، ولكن كنتغلبوا عليه سواء الدراسه او العمل او يعني هو بلد منظم، بلد يعني كنعيشوا يعني في حريه وسلام، ولكن واحد الحريه عندها واحد السقف ديالها، احترم تحترم. شنو هي الخصوصيات ديال المراه المقاوله برايك؟ يعني شنو هي الخاصيه اللي ممكن ان المراه المقاوله خارج ارض المغرب توقع البصمه ديالها؟ شنو خصها يكون عندها؟ لماذا يجب ان تتوفر هذه المراه؟ المرأة الصبر، على ما أعتقد الصبر يعني ضروري، الصبر للجميع. كنظن أن في معظم الدول العربية أو الأوروبية هناك سفيرات أو سفراء، يعني كل وحدة كتشتغل في المجال ديالها، فهذا كيشرف المغرب. وكما قال تفضل الأستاذ، يعني وكنعيشوا واحد الغياب ديال داك الجسور التواصل بين المغرب ومغاربة العالم، فكنلقاو هنايا بعض المؤسسات اللي كتهتم بشؤون مغاربة الخارج ما كيعرفوش، مازال ما عارفينش بزاف ديال الكفاءات الموجودة، وهذا اللي خصنا نشتغلوا عليه باش سواء يكون واحد الاتصال بين المقاولات المغربيات داخل الوطن وخارج الوطن. طيب استاذ جدري، تظل ربما عثر على ما تفضلت به الاستاذة حنان، تظل مشاركة المرأة امرا ضروريا في مشاركة الوطن ككل في التنمية الاجتماعية، وربما هذا الامر هذا كيتفرض او كيفرض واحد الواقع واحد الافاق اللي كيطلع له المغرب لبناء مجتمع يستوعب كل مكوناته. لكن في بلد المهجر أي علاقة ربما تؤطر لنا هذه الهجرة كمفهوم وعلاقته بمجال المال والأعمال والاقتصاد؟ ما الخيط الناظم بينهما؟ لا، انا كنظن بان يعني في هذا الاتجاه هذا مازال عندنا واحد المجهود خصنا نقوموا به، لان احنا اليوم مازالين مرهونين بان المغاربه المقيمين بالخارج يعني كنحاصروا في واحد جوج نقاط اللي هي اساسيه. الريال الاول هو انهم كيقوموا بواحد مجموعه من التحويلات يعني الى المغرب، هذه التحويلات تمشي اما عن طريق التضامن العائلي واما للاستهلاك واما الاستثمار في المغرب، وبالتالي كاين واحد المجهود كيدار باش اننا نطوروا هذه الامور هذه. والامر الثاني هو ان كنحاولوا نسهلوا العوده ديال هاد المهاجرين الى المغرب، ملي كندوي على عمليه مرحبه كل سنه واحد مجموعه من الامور في هذا الاتجاه هذا. ولكن اليوم
اللي خاصنا نمشيو فيه هي امور مهمه جدا. الامور خاصنا نمشيو فيه هي كيفاش اننا نساعدوا ان هاد المقاولين المغاربه بالخارج كيفاش انه ممكن انهم تكون عندهم واحد فرص استثماريه في المملكه المغربيه. حنا خاصنا واحد العمل نقوموا به يعني هو عمل هو مهم جدا، وكذلك خاصنا يعني العمل خاصنا نقوموا به في البلاد على الاستقبال ديالهم، لانه ما مستقرين في هذيك البلاد اعتقد بان كاين واحد مجموعه من الامور يمكن ندخلوا فيها، كل ما يتعلق باللغه اعتقد بان اليوم الدور ديال المغرب وديال المؤسسات ديال المملكه المغربيه خاصهم يشوفوا اتجاه باش انهم يساعدوا الشباب المغاربه والشباب المغربي انهم يسقلوا يعني اللغه بواحد الطريقه تكون طريقه اللي هي مهمه جدا. الامر الثاني امور متعلقه بالتكوين، اعتقد بان هذه الامور كذلك خاصنا نمشيو فيها، بالاضافه ان اليوم كاين واحد مجموعه من الشابات ومجموعه من الشباب باغيين يستثمروا في بيئه المهجر، ولكن خاصهم يعني واحد الكوتشينغ، خاصهم واحد المواكبه واحد المرافقه باش يعطيهم واحد فرص اللي هي مجانيه، لان كما قلت قبيله هو ان التنافسيه والمنافسه يعني في بيئه المجر هي اكبر بكثير من المنافسه في المغرب. صحيح. وبالتالي باش ان يكون عندهم واحد شويه الابداع وشويه الابتكار وشويه الخلق ضروري ما اننا خصنا شويه نعاونهم في هذه المواكبه باش انهم يمشيو تكون عندهم واحد القيمه مضافه في السوق هذه. وبالتالي هذه الامور هذه هي اللي خاص تمشي فيها البعثات الدبلوماسيه ديالنا خصوص الاقسام التجاريه والاقتصاديه في القنصليات وفي السفارات ديالنا، وكذلك المؤسسات اللي هي كفيله باش انها تعمل على المغاربه المقيمين بخارج. اعتقد بان هذه الامور هذه مازال خصنا نعملوا في الاتجاه هذا، وما خصش نبقاو نقلصوا الصوره ديالنا فقط في علاقتنا بتحويات المغاربه المقيمين بخارج وفي علاقتنا بعودتهم الى ارض الوطن. اليوم خصنا نعملوا، لان اليوم كندوي على الجيل الرابع الجيل الخامس وحنا غاديين فهاد الامور هما متشبتين بالمغرب، ولكن هذا الامور خاصنا نمشيو فيها باش انهم يكونوا مندمجين اولا في بلدان الاستقرار ديالهم، لان هذا امر مهم جدا كيفاش انهم يكونوا مندمجين ويكونوا منتجين في بلاد المهجر باش هادشي كامل يرجع بالنفع على المملكه المغربيه في وقت ثاني عن طريق واحد اما استهلاك اما تضامن عائلي في المغرب واما استثمار، لما لا؟ والاستثمار ديالهم ما خاصوش يبقى في استثمارات اللي هي عاديه تقليديه، كندوي على المقاهي وعلى المطاعم وعلى العقار، خاصهم يمشيو في استثمارات اخرى. مثلا انا اليوم ما نكرهش ان هذه المقاوله اللي عندنا في هولندا انها تجيب المنتوج ديالها وتحاول تسوقه في المملكه المغربيه، ولما لا غدا بغدا انه يمشي نحو افريقيا. صحيح بالضبط، هذا عين العقل. استاذ حنان، ما الاستراتيجيه المتبعه من طرفك يعني كمقاوله فيما يتعلق بحضور المؤتمرات والملتقيات الدوليه والمشاركات ديالك الدوليه؟ يعني شنو هي الاستراتيجيه اللي كتعتمد عليها؟ يعني بطبيعه الحال عندك هاد لاتوش ديال الفسيفساء اللي هي في الحقائب. اول استراتيجيه هو هذا العام فتحت شاوروم عندي في المدينه اللي كنسكن فيها، وهذا شاوروم ماشي لبيع الحقيبه، وانما درت واحد القاعه ديال اللي غنستدعي فيها كل شهر مجموعه ديال النساء او رجال دبلوماسيين في هولندا، يعني المجتمع الهولندي، باش نعرفوا اولا ماشي نبيع ليه الحقيبه، نعرفوا شنو هو هذا الفسيفساء، منين جا هذا الفسيفساء، وكيفاش دخل المغرب، كيفاش الصانع المغربي اعطانا هذا المنتوج هذا. وفي نفس الوقت هو تسويق للمغرب والسياحه كذلك. فهذا هي الاول استراتيجيه اللي اشتغلت عليها اولا. ثانيا فعلا الحقائب ديالي هي موجوده الان في المغرب، نالت على ما اعتقد نالت فنادق افخم الفنادق هنا في المغرب، وان شاء الله الاستراتيجيه المقبله هي اللي بغيتها تكون في العالم كله. وكان من هذا المنبر كنوجه النداء ديالي للوزاره ديال الصناعه التقليديه، للمؤسسات اللي كتهتم بشؤون المغاربه، باش نخدموا باش يكون واحد جسر تواصل بين مغاربه العالم، باش نزيدوا نسوقوا المنتوج ديالنا. هو في حد ذاته راه يعني تعريف بالمغرب والسياح وبالمنتوج ديالنا المغربي. وكما كنشوفوا كما قال تفضل الاستاذ، ماشي غير الاستثمار في المطاعم والعمارات، وانما كما شفنا اسود الاطلس كيف روجوا للثقافه المغربيه وداك العلاقه بين الابن والام، فالعالم كله الانسانيه بانت بها في المجتمع المغربي وبانت يعني، وكلهم شباب 70% من مغاربه العالم. طيب انا غادي ندخل معك واحد نقطة دقيقة نوعا ما، يعني الحقائب ديالك نالت إعجاب وزادك ربما في محطة من المحطات ديالك زادك هذا الإعجاب، فخر واعتزاز بالوطن، حدثينا عن هذا.
أكيد فاش كتشوفي الحقيبة ديالك حملها أميرة شريفة الأميرة لالة مريم، فهذا افتخار وهذا يعني كي كي يعطيك اعتزاز اعتزاز بأن أميرتنا يعني حملت حقيبة ديال واحد المقاولة اللي هي بسيطة اللي هاجرات واشتغلت. فإن شاء الله هذا تشريف وتكليف وتكليف في نفس الوقت، هو تكليف أكثر ما هو تشريف. خصني دائما نستمر في التجديد وال والجودة إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفه عند أميرات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق. أستاذ جدري، ما مدى استفادة واستثمار المغرب لمثل هذه المشاريع والمقاولات التي تتواجد خارج أرض الوطن؟ يعني كيف يمكن لنا أن نستفيد ونستثمر من هذا؟ لا تشكو، كل رباح، كل رباح دوشك. هذا كل رباح، لان هذه امور مهمه، لان اول حاجه هذا ما كاينش شي اندماج ممكن ندوي عليه على المقاولات ديالنا، المقاول ديالنا اكثر ما انهم يكونوا مندمجين في الاقتصاد ديال البلاد ديال استقرار. هذا هو يعني اسمى يعني مراحل ديال الاندماج ديال الشخص، ملي كيولي منتج في البلاد ديالو كيربح يعني من خلال ان واحد المنتوج اللي هو كيبيعه، هذا امر مهم جدا. كذلك ان ما نساوش بان المغاربه ديال العالم بصفه عامه هما متعلقين اساسا بالمملكه المغربيه، وبالتالي فان قد ما غيزلوا قدام قد ما انهم غيرجعوا. انا بغي غير نزيد واحد النقطه اخرى واللي هي شويه مسؤوليه مشتركه ما بين المقاولين الناجحين وكذلك ما بين المملكه المغربيه على طريق التمثيليات ديالها. انا اركز على نقطه اساسيه اللي هي مساله التشبيك، او مثلا اللي كنقولوا عليه مثلا باللغه الانجليزيه اللي هي نتوركينغ. هنايا خاص دور اساسي، لان ملي غيشوفوا مثلا واحد الهولنديات اخرى مغربيات مقيمين بهولندا التجربه ديال الاستاذه انها نجحات وانها تعطيهم يعني واحد مجموعه من الامور، وكيفاش انهم يتجاوزوا واحد مجموعه من العراقيل اللي ممكن انهم يتجاوزوها في عن طريق نجاح لهم في مشاريع اخرى. كذلك انهم خصهم يقوموا مثلا ممكن ندوي على واحد النوادي في بلاد المهجر اللي كيتجمعوا فيها وكيعاودوا فيها هاد القصص ديال النجاح ديالهم اللي فيها نقاط سلبيه وفيها نقاط ايجابيه. بالاضافه كذلك ان التمثيليات ديالنا خاصة تعمل كذلك على توسعة هذه الشبكة هذه، حيت أنها تجيب واحد مقاولين من فرنسا، مقاولين من إسبانيا، من أمريكا، من كندا، وتحاول تجمعهم على الأقل واحد مرة في السنة أو مرتين في السنة باش أنهم يعاودوا هذه القصص ديال النجاح ديالهم اللي فيها أمور متعلقة بالخلق، متعلقة بالابتكار، متعلقة بالإبداع، باش أن مقاولين آخرين اللي هما الشباب اللي باغيين يجيو جيد. أستاذ جدري، في نقطة في غاية الأهمية ولا يجب أن أفوتها معك، هي أن لا يمكن الحديث اليوم عن أي تنمية اجتماعية اقتصادية أو أي تقدم ببلدنا دون التأكيد على دور فاعل للمرأة. برأيك شنو هي القنوات اللي يمكن تحقق لنا هذا المبتغى الوطني؟ هذا هدف وطني أسمى. بطبيعه الحال هو باش ندويو ان هذا هو الافونتاج اللي كاين عند دول المغرب، كما قالت الاستاذه بان في هولندا ليس هناك فرق مثلا ما بين المراه والرجل، ولكن في المغرب باقي عندنا هذا المجهود خصنا نقوموا به، لان اليوم كنعرفوا بان المراه هي نصف المجتمع، ولكن مازال خصنا نقوموا اليوم المراه باش انها تخدم. خصنا واحد الحضانات تكون في المؤسسات الخاصه والمؤسسات العامه، خصنا نكيفوا اليوم التوقيت ديال العمل ديالهم. ما يمكنش واحد السيده تولد تمشي واحد ثلاث اشهر في حين اخرى كتمشي واحد سنه او سنتين. عندنا مجموعه من الامور اللي خصنا نشوف فيها باش اننا نحاولوا اننا نرفعوا من نسبه نشاط النساء اللي كتبقى هدف مهم زي. في البرنامج الحكومي، وهي اجراء من بين 10 اجراءات اللي باغي الحكومه توصل ليها من هنا لنهايه الولايه ديالها في 2026. جيد. سيده حنان الغزواني، ساختم معك في هذه الدقيقتين المتبقيتين. احلامك، ربما احلام الامس ليست هي احلام اليوم او الغد، كانت لديك احلام مؤجله، يعني شنو هي احلامك لو استشرفنا معك المستقبل عملك والمشروع ديالك؟ حلمي ان شاء الله باش يكون هذا المنتوج بحاله بحال الماركات العالميه، لانني كنشتغل بواحد الجوده يعني عاليه، فلما لا. حلمي هو احنا كمغاربه نتصالحوا مع نفسنا، احنا يعني هذيك التمغربيت، لان المغرب عنده واحد الخصوصيه، عنده واحد الصيروره تاريخيه، عرف واحد مجموعه من الحضارات، هاد الحضارات اعطى واحد التلاقح ديال مجموعه من الثقافات، هذه الثقافة هو الغنى، هي الثروة ديال هذه البلاد اللي تميزها عن باقي البلدان. فلما الواحد كيدخل المغرب كيشم ريحة المغرب في المأكل، في الملبس، في العمران،
في كل شيء، فلهذا حنا نتصالحوا مع انفسنا وما نساوش حتى مغربيه ديالنا ونشجعوا المنتوج ديالنا سواء داخل الوطن او خارج الوطن. والحلم ديالي كذلك هو يعني نشوفوا مشاعر النساء حنا المقاولين كاملين سواء داخل الوطن او خارج الوطن، كل واحد في مجاله، نديروا عمليه تشبيك ونساعدوا بعضياتنا، لان الارزاق بيد الله. ما تخافيش بانني يعني عند اش كيقولوا عندني وما تحسدني، الارزاق بيد الله، والا تعاوننا غادي نوصلوا وغادي نكونوا غننجحوا كاملين. غننجحوا كاملين، غننجحوا كاملين اكيد. هذا هو. ما سخيتش بهذا الحديث معكم، ولكن وصلنا الوقت ادركنا، اذا بهذا سنصل معكم مشاهدينا لنضع اخر نقطه في تحدي اليوم. شكرا جزيلا للسيده حنان الغزواني، شكرا نورتيني. شكرا لكم، شكرا لكم على الاستضافه. مرحبا ونورتيني وكنشكرك على تلبيه الدعوه في البلاطو. تبارك الله عليك، الله يحفظك، وشكرا للاستاذه الضيف ديالنا اللي ما قدش يجي اليوم. شكرا، شكرا. ولنا لقاء ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا نورتيني. ايضا كل الشكر للخبير الاقتصادي السيد محمد جدري، شكرا جزيلا على كل هذه الاضاءات. مرحبا، شكرا جزيلا. شكرا لفريق العمل، ممتنه لكرم متابعتكم مشاهدينا، وليبقى الرجاء دائما في لقائكم يوم الاثنين مع كامل محبتي.